الرئيس السيسي يفتتح اليوم أعمال المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب بالأسكندرية. وزير الخارجية سامح شكري يتوجه اليوم إلى بروكسل لترأس وفد مصر في اجتماع مجلس الشراكة المصري الأوروبي. الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المرابطين بمحيط باب الأسباط، وجلسة طارئة اليوم لمجلس الأمن لبحث الموقف المتفجر بالأراضي الفلسطينية. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة من النيل، أهلا بكم. تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب في نسخته الرابعة بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الأسكندرية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونحو 1300 شاب، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الجامعات والمثقفين والصحفيين والإعلاميين وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر المؤتمر بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية مراسل النيل علاء رشوان. علاء، أنقل لنا الأجواء قبل انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب في نسخته الرابعة. تحياتي إلى كل مشاهدي النيل هنا مدينة الأسكندرية عروس البحر المتوسط، وبالتحديد بالقاعة الكبرى قاعة المؤتمرات بمكتبة الأسكندرية، حيث تستضيف فعاليات مؤتمر الشباب الوطني في دورته الرابعة، والذي من المقرر أن ينعقد على مدار اليومين اليوم وغدا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمام الساعة 11 يعطي إشارة البدء لانطلاق فعاليات المؤتمر في الجلسة الافتتاحية، ومن بعدها تبدأ فعاليات المؤتمر 14 جلسة على مدار اليومين، من المقرر أن تعقد هنا في قاعة المؤتمرات الكبرى في مدينة الإسكندرية. هذه المحاور التي سوف يتناولها هذا المؤتمر عبر ورش العمل والجلسات الخاصة التي من المقرر أن تنعقد، سوف تتطرق إلى مناقشة عديد من المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تهم المواطن المصري، والتي تعكس جسرا جديدا من التواصل بين الدولة وشبابها عبر هذا اللقاء الدوري في دورته الرابعة. أبرز هذه الجلسات وهذه محاور العمل جلسة حول رؤية مصر لعام 2030 على كافة الأصعدة السياسية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، وجلسة أخرى تتناول تحديات قطاع الطاقة والمعوقات التي تواجهه، وأيضا تلقي الضوء على بعض الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع. هناك أيضا جلسات أخرى متخصصة وفرعية سوف تتناول بالبحث والنقاش بعض الموضوعات الأخرى التي يكون على أبرزها بعض القوانين المطروحة. ربما يسعدنا أن نستضيف السيد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. بنرحب بسيادتك يا فندم. برحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين. يعني هذا المؤتمر في دورته الرابعة، إنجازات تحققت خلال الدورات السابقة وبعض التوصيات التي تم الخروج بها ومتابعتها وتنفيذها، أبرز هذه التوصيات التي ممكن أن تتحدث عنها. الحقيقة أنا قبل ما أقول الإنجازات أحب أعرف السادة المشاهدين ليه السيد الرئيس مهتم بهذه الفئة من الشعب.
احنا عندنا السكان بيمثلوا او الفئه اللي اعمارها اقل في السكان بتمثل النسبه الكبرى في سكان مصر، وده شيء تحسدنا عليه كثير من الامم. احنا عندنا الناس الشباب اللي اقل من 30 سنه بيشكلوا 61% من السكان، واللي اقل من 35 سنه بيشكلوا 68% من السكان، واللي اقل من 40 سنه 75% من السكان. لذلك الاهتمام بهذه الفئه ووضع الرئيس نصب عينه على ان هم يعيشوا اللحظه اللي احنا عايشينها ويشاركوا مشاركه فعاله في صنع مستقبل هذا البلد. الحقيقه انا سعيد جدا ان جلسات المؤتمر النهارده كلها بتتحدث عن المستقبل، كلها ومحور مهم فيها استراتيجية 2030 اللي أنا لغاية دلوقتي مش راضي على إن معظم الشباب مش ملمين بما تحويه هذه الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية الأول ما عملتهاش الحكومة. ربما عرض هذا المؤتمر فرصة جيدة لإلقاء الضوء على بعض جوانب وعناصر هذه الرؤية، ولكن دعني أستغل وجود سيادتك معنا سيادة اللواء وأسأل حضرتك إن في جلسة أخرى هامة وهي أهمية التعداد في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد، ويمكن في مشروع أطلقته الحكومة مؤخرا التعداد العام السكاني. إلى أين وصل هذا المشروع وما تحقق، وكيف يثمر أو كيف يسهم هذا المشروع في تحقيق هذه التنمية المستدامة؟ الحقيقة أنا بشكر حضرتك لأنك جبت سيرة هذا الموضوع. إحنا يوم الجمعة القادم بننهي 6 شهور من أعمال التعداد اللي ابتدى في فبراير الماضي، ويوم الجمعة هتنتهي المرحلة الأخيرة منه اللي هي حصر المنشآت. احنا المرحلة الأولى كانت حصر المباني، والمرحلة دي قالت ان احنا عندنا 15.5 مليون مبنى يحوي 43 مليون وحدة، فيهم 24 مليون أسرة و5.5 مليون أسرة عشان نجمع خصائصهم. المرحلة الأخيرة لا معاك ايه ده بص المرحلة الأخيرة وكانت حصر الايه المنشآت، ودي كنا مخططين ان هم 5.5 مليون أسرة. الحقيقة احنا واصلين دلوقتي ل 6.3 مليون منشأة، انجزنا منهم حتى الان 93% حوالي 6 مليون منشأة. يوم الجمعة الجاية ان شاء الله نكون خلصنا 7% الباقيين، وانهينا التعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت لعام 2017 اللي مصر بتجريه مرة كل 10 سنوات. ماذا بعد هذا التعداد والانتهاء من عملية الاحصاء؟ ان شاء الله النتائج النهائية، ده اول تعداد الكتروني بيتم فيه في مصر. 45,000 شاب اشتغلوا في هذا التعداد، أكبر مشروع إلكتروني تم في الشرق الأوسط في العشر سنوات الأخيرة. أكبر قاعدة بيانات موجودة في الشرق الأوسط موجودة في مبنى الجهاز حاليا 7 تيرا بايت، يعني 7000 جيجا بايت. فالقاعدة البيانات دي اللي فيها كل البيانات اللي لازمة للتنمية، البداية بتاعت حضرتك، مفيش تنمية أبدا من غير بيانات، من غير أدلة. كل متخذ قرار، ولما أقول متخذ قرار هنا ما بعنيش متخذ القرار في الحكومة بس، لا ده متخذ القرار في المجتمع الأعمال، رجال الأعمال يعني، متخذ القرار في الجمعيات الأهلية واللي بياخدوا قرارات عشان يخدموا مجتمعهم، كل دول مستنيين نتائج هذا التعداد. أول خطوة أو أول درجة في سلم التنمية لابد أن تكون البيانات، والبيانات السليمة اللي تقدر تعتمد عليها في استغلال مواردك لتحقيق أفضل المكاسب وتحقيق أحسن الإنجازات. هذا هو اللي هيأدي التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت اللي نعلن إن شاء الله نتائجه في آخر سبتمبر القادم. سيد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شكرا جزيلا لسيادتك. شكرا. يعني هكذا كما تابعنا كان هذا أحد الجوانب التي من المقرر أن يتطرق إليها بعض جلسات هذا المؤتمر، بالإضافة إلى جلسات أخرى تتناول بعض المحاور سواء فيما يتعلق بالصحة أو التعليم أو السكان أو الصناعة أو التجارة، وأيضا بعض التحديات التي تواجه إقليم غرب الدلتا، 5 محافظات يشارك شبابها سواء من الإسكندرية، البحيرة، دمنهور، الغربية، كفر الشيخ. 1300 شاب سوف يحضرون للقاءات وندوات وورش عمل هذا المؤتمر جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية بكل درجاتها، بدءا من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين وكبار رجال الدولة، في عصف ذهني يعني من المأمول أن يثمر إلى تحقيق طفرات سواء فيما يتعلق بالتواصل بين القيادة والشباب أو فيما يتعلق بمواجهة التحديات عبر نقاش مستفيض حول هذه التحديات. يتبقى الإشارة إلى المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس في الدورة السابقة من دورات انعقاد هذا المؤتمر، وهي مبادرة اسأل الرئيس. اسأل الرئيس هو موقع أو رابط إلكتروني تم إطلاقه عبر إدارة هذا
هذا المؤتمر يتلقى الأسئلة من كافة أطياف المجتمع المصري، ليس فقط من الشباب وإنما من كافة أطياف المجتمع المصري، حول كافة الأسئلة والقضايا التي تدور في أذهان المواطنين سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، يجيب عنها سيادة الرئيس في جلسة من المقرر أن تعقد في تمام الساعة 8:30 إجابات شافية وواضحة كما تابعنا في الدورة السابقة من دورات انعقاد المؤتمر. لازلنا في تغطية مباشرة وحية من وقائع فعاليات هذا المؤتمر الذي من المقرر أن ينطلق بعد أقل من ساعة عبر إشارة البدء التي سوف يعطيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية. نعم، شكرا لمراسل النيل علاء رشوان، كان معنا من مقر المؤتمر لنقل فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب في نسخته الرابعة، والذي ينطلق اليوم وغدا بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نحو 1300 شاب، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء النقابات المهنية ورؤساء الجامعات والمثقفين والصحفيين والإعلاميين وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وتبدأ فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب في نسخته الرابعة في تمام 11 صباحا، وذلك بآيات من القرآن الكريم، ثم فيلم عن مؤتمر الشباب، ثم عرض وفيلم لمنتدى شباب العالم، وآخر عن إقليم غرب الدلتا. نعود مشاهدينا لاستكمال أخبارنا في نشرتنا. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل صباح اليوم، حيث يترأس وفد مصر في اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي ينعقد للمرة الأولى منذ أبريل من عام 2010. يتناول الاجتماع شتى جوانب العلاقات المصرية الأوروبية. من المقرر أن يتوجه شكري غدا إلى باريس في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الفرنسيين على رأسهم وزير الخارجية جان إيف لودوريان. قامت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد المرابطين أمام باب المجلس، أحد الأبواب المؤدية إلى المسجد الأقصى بالقدس، كذا حراس الأقصى، وطلبت منهم عدم التواجد في الطرقات المؤدية لأبواب الأقصى. كانت مواجهات قد اندلعت بين مجموعة من الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي في باب الأسباط في القدس المحتلة، مما أسفر عن إصابة 21 فلسطينيا من بينهم 15 إصابة بالرصاص المطاطي. كذلك أصيب عدد من الفلسطينيين باختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم. كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجز حوارة جنوب نابلس من كلا الاتجاهين. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من القدس مراسلة النيل ثروة شقرة. ثروة، ماذا عن آخر التطورات والوضع في محيط المسجد الأقصى؟ يبدو أن الاتصال انقطع من مراسلة النيل ثروة شقرة، وسنعاود الاتصال بها لاحقا ونتابع مشاهدين أهم تطورات الوضع في محيط المسجد الأقصى من خلال هذا التقرير. بعيدا عن دوائر السياسة وبياناتها، هناك على خط المواجهة يقف المواطن الفلسطيني يواجه آلة الاحتلال العسكرية على طريقاته غير آبه بفوهات البنادق المصوبة لصدره.
صناعة بوابات إلكترونية رمزية تعبير ولا أبلغ أن يصف كيان الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به. إنه نظام فصل عنصري بامتياز وتصرفاته تؤكد ذلك الوصف. هذا الرجل الفلسطيني أراد أن ينقل للعالم رسالة تعتمل في قلب وعقل كل مواطن فلسطيني وعربي إن الإجراءات التي ينتهجها الاحتلال تحت ذريعة الأمن تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية وتمثل تمييزا عنصريا يمارس ضد المسلمين. إننا نبني هذه البوابات المعدنية الرمزية كي نحرقها في تحرك رمزي يعبر عن رفض هذه البوابات التي أقيمت عند مداخل المسجد الأقصى. الفلسطينيون قرروا محاربة حركة الفصل العنصري هذه التي ترمي للفصل بين المواطن ومسجده، بين المواطنين وكنائسهم في مدينة القدس. المواجهات على بوابات الأقصى لا تزال مشتعلة بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والدخان والرصاص الحي باتجاه المصلين عند باب الأصباط. والمحتجون الفلسطينيون اشتبكوا مساء الأحد مع قوات الاحتلال في بيت لحم احتجاجا على البوابات التي نصبتها قوات الاحتلال. البلدة القديمة شهدت تأهبا وانتشارا أمنيا كبيرا فيما أدى الفلسطينيون صلواتهم خارج المسجد الأقصى لليوم التاسع على التوالي. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من القدس مراسلة النيل ثروة شقرة. ثروة، يعني الاحتلال الإسرائيلي بيعتدي على المرابطين بمحيط باب الأصباط، وهناك جلسة طارئة اليوم لمجلس الأمن لبحث الموقف المتفجر بالأراضي الفلسطينية. ماذا عن آخر التطورات الوضع في محيط المسجد الأقصى عندك؟ نعم، إلى هذه اللحظة لا زال الفلسطينيون يعتصمون عند أبواب القدس لليوم العاشر على التوالي، يرفضون أي تغيير في الوضع القائم منذ ما قبل يوم الجمعة. دائرة الأوقاف الإسلامية كل يوم تصدر بيان للثبات على الموقف، وهو الالتزام بالاعتصام والالتزام بالرفض بدخول المسجد الأقصى والصلاة فيه. إلى نحن يعني في اليوم العاشر لا يرفع الأذان في القدس، وهذه سابقة خطيرة لم تدخل في التاريخ. لا يوجد مؤذن في المسجد الأقصى المبارك. يعني كل هذه الأمور انعكست على الشارع الذي يزداد عددا في أدائه للصلوات الخمس في أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأيضا الجانب الإسرائيلي الذي يزداد قمعا وضربا وتفريقا للمتظاهرين. ولكن كل ذلك لم يثني المقدسيين تحديدا وأهل الضفة الغربية من الخروج والوصول ومحاولة الوصول. الآن نحن نشهد انطلاق مسيرة من جامعة بير زيت أو ما تعرف بجامعة الشهداء، فتنطلق نحو حاجز بيت إيل العسكري. هذه المسيرة تأتي في ظل الدعوات للقوى والفصائل الوطنية والطلابية أيضا التي خرجت منذ اليوم الأول في مسيرات تزداد وتيرتها شيئا فشيئا. في المشهد المقابل يسمح للمستوطنين اليوم، سمح لهم أيضا باقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وهذا ما يحذر منه الفلسطينيون. لا أحد يعلم ما الذي يحصل داخل المسجد الأقصى المبارك، خاصة أن موظفي الأوقاف الإسلامية مضربون عن الدخول، فبالتالي هم يعبثون فيه، وهنا مكمن الخطر. لا ندري ما الذي يحصل داخل المسجد الأقصى، لا ندري ماذا حصل بمحتوياته، لا ندري أي شيء من هذا القبيل، فبالتالي هنا الخطر يكمن في تهويد المسجد الأقصى المبارك. جاءت زراعة الكاميرات أمس التي نصبت، وهي كاميرات ذات حساسية عالية، أيضا رفضها الفلسطينيون. هذه الكاميرات خطيرة جدا كما وصفها الفلسطينيون، يقولوا لا نريد أن ندخل إلى المسجد الأقصى بأي وسيلة تفتيشية معينة تؤدي إلى امتهان المواطن المقدسي. شهدنا أمس مواجهات عنيفة عند باب الأصباط، وأيضا مواجهات في عدة مدن ومناطق فلسطينية مثل حاجز قلندي العسكري. مدينة بيت لحم أيضا شهدت مسيرة وحمل فيها المعتصمون تماثيل عن هذه البوابات الإلكترونية التي قاموا بحرقها عند حاجز قبة رحيل، وبالتالي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين. أيضا هناك اعتقال، حملات مداهمة طالت واعتقلت أكثر من شاب فلسطيني وشابة فلسطينية. اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس شابة فلسطينية من بلدة جفنة في بلدة بير زيت في مدينة رام الله، وبالتالي هذه الأعمال تزداد عنفا كلما زاد
يعني تعنت إسرائيل في عدم إزالة هذه البوابات. القيادة الفلسطينية يبدو أن موقفها جاء متلائما مع موقف الشارع الفلسطيني. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر تعليماته بدعم المرابطين في المسجد الأقصى حتى وإن وصل عددهم لمليون مرابط، هذا ما قاله. وأيضا يعني الجانب الإسرائيلي أيضا بالمقابل يزداد تعنتا، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية لم تخرج أمس في ثلاث اجتماعات للحكومة والكابينت وأيضا الوزراء الداخليين لحكومة نتنياهو، لم يخرجوا بأي قرار ولم يعني يستطيعوا أن ينزلوا عن الشجرة التي صعدوها عاليا وهي شجرة البوابات. وزير يعني هناك تصريح خطير لوزير المياه الإسرائيلي وعدة وزراء قالوا أنه يعني يتحكمون على الجهود العربية سواء كانت الأردنية والفلسطينية والمصرية، وقالوا أنه نحن أصحاب السيادة على المسجد الأقصى المبارك وهذا هو هيكل سليمان المزعوم. وهنا أيضا يعني يبدو أن الخطر بات أقرب من أي وقت مضى في ظل تصاعد دعوات اليمين المتطرف بهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم. شكرا لمراسلة النيل ثروة شكرة، كانت معنا عبر الهاتف من القدس. يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بطلب من مصر وفرنسا والسويد لبحث الموقف المتفجر بالأراضي الفلسطينية عقب قيام تل أبيب بفرض إجراءات أمنية جديدة في المسجد الأقصى المبارك. كانت الرباعية الدولية للشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة طالبت جميع الأطراف بما وصفته بضبط النفس إلى أقصى حد. أعلن مسؤول أمريكي أن مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون جرامبلات يصل اليوم إلى إسرائيل. وتأتي زيارة جرامبلات وسط تصاعد حدة التوتر بشأن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية الجديدة في محيط الحرم القدسي وإصرارها على بسط سيطرتها على المسجد وعدم السماح بدخول الفلسطينيين للمسجد إلا عقب المرور من خلال بوابات إلكترونية. أكد الجنرال روبرت جونز المسؤول الثاني في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش إن مهمة التحالف لن تنتهي في سوريا بعد طرد مسلحي التنظيم من معقلهم في مدينة الرقة. وأضاف جونز أن تنظيم داعش لن يهزم مع تحرير الرقة، مشيرا إلى أن هناك عملا أكبر ينتظر التحالف في سوريا. أهداف جديدة يعلنها التحالف الدولي لضرب داعش كشف عنها المسؤول الثاني فيه الجنرال روبرت جونز خلال زيارته لمدينة عين عيسى بمحافظة الرقة. الرجل أكد بصراحة أن مهمة التحالف لن تنتهي في سوريا بعد طرد مقاتل داعش، مضيفا أن عملا أكبر ينتظر التحالف في سوريا لكنه لم يفصح عنه. وعقب لقائه بعدد من المسؤولين في المدينة أضاف المسؤول الثاني في التحالف الدولي لضرب داعش أنه لا توجد أي خطط لزيادة أعداد القوات الأجنبية المنخرطة في معركة الرقة. القتال هنا في الرقة ليس أقصى مما توقعنا، وبالتالي لا توجد حاليا أي خطة من جانبنا لنقل أو طلب المزيد من القوات. القتال الذي نواجهه الآن بشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية هو على نحو كبير القتال الذي توقعناه. تصريحات الجنرال جونز تزامنت مع إحراز قوات الجيش السورية تقدما بالقسم الشرقي من ريف الرقة الجنوبية لتصل إلى مشارف حوض الفرات بعد سيطرتها على بلدة الدخيلة وبئر السبخاوي وحقل غاز السبخاوي بريف الرقة الجنوبية. نحن نعلم أن قوات النظام تتقدم نحو الفرات في الأشهر الأخيرة. نحن كتحالف دولي نركز على شيء واحد فقط وهو هزيمة داعش، وهذا سبب التئام التحالف الأقوى ربما الأقوى في التاريخ. 73 دولة اجتمعت من أجل هزيمة داعش. ندعو كل الأطراف سواء النظام أو أي طرف آخر أن يركز على نفس الهدف، هزيمة داعش،
والآن بعض تحركات النظام تسير في نفس الاتجاه، لذا نحن جميعا نركز على هزيمة داعش. ولا تخفي ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية دعم الولايات المتحدة لها تدريبا أو حتى تسليحا، فقد أفرجت مؤخرا عن تسجيل مصور يظهر جنود المشاة تابعين لوحداتها يقاتلون تنظيم داعش من شارع إلى شارع في مدينة الرقة، بالإضافة إلى تسجيل مصور يظهر إشراف عسكريين أمريكيين على تخريج دفعات جديدة من المنتسبين لها. دعت الممثلة العليا لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني الأطراف إلى ضرورة الدخول في مفاوضات والاتفاق على مبادئ واضحة لحل الأزمة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر. وأعربت موغريني عقب اجتماعها بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن دعمها لجهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة. أوضحت موغريني أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم عملية المفاوضات والمساعدة في تطبيق خارطة الطريق، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في الكويت في إطار جولته الخليجية لبحث مستجدات الأوضاع بين قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وقبيل زيارته إلى الكويت زار أردوغان السعودية حيث التقى الأمير سلمان، ومن المقرر أن يتوجه بعد ذلك إلى قطر. من السعودية للكويت ثم قطر، جولة دبلوماسية يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بهدف تسوية أزمة قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وكالة الأنباء السعودية قالت إن الرئيس التركي زار المملكة في إطار جولة تهدف إلى تسوية الأزمة. وأوضحت الوكالة أن الملك سلمان بن عبد العزيز بحث مع الرئيس التركي تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في سبل مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله. أردوغان وصل إلى الكويت بعد زيارته للسعودية ولقائه الملك سلمان، حيث كان في استقباله أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح لدى وصوله إلى الكويت العاصمة. أردوغان جدد خلال اللقاء تأكيده على دعم بلاده جهود الوساطة التي تبذلها الكويت لحل أزمة الخليج. كان أردوغان أعلن في وقت سابق أنه يعتزم القيام بجولة بين دول الخليج في محاولة لتبديد التوتر، لافتا إلى أن زيارته للمنطقة يجب ألا تعتبر جهدا للتوسط، ومؤكدا على أن الكويت تطلع بدور الوسيط. ختاما لنشرتنا هذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أعمال المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب بالأسكندرية. وزير الخارجية سامح شكري يتوجه اليوم إلى بروكسل لترأس وفد مصر في اجتماع مجلس الشراكة المصري الأوروبي. الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المرابطين بمحيط باب الأسباط، وجلسة طارئة اليوم لمجلس الأمن لبحث الموقف المتفجر بالأراضي الفلسطينية. وصلنا لختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.